مستوى كان جيد جدا، لان المباراه كانت حماسيه، كان فيها الايقاع، كانت سريعه، خصوصا انا الشوط الاول فريق يعني سريع واتزم قدم مستوى جيد وجيد جدا، لانه كان قاب قوسين او ادنى من تسجيل هدفين على المرتدين. كانت المباراه يعني بالشكل العام هي كانت من الناحيه التكتيكيه كانت متميزه. الشوط الثاني بدا بديهي ان فريق الوداد يعني قدم مستوى يعني كبير، عرض جيد مقارنه مع انه المتصدر، تتوفر على مجموعه من اللاعبين اللي تحسنوا اللاعب، تحسنوا طريقه التصرف مع الكره، خصوصا بعد دخول اسماعيل الحداد. اسماعيل الحداد اعطى اضافه كبيره لفريق الوداد، وبالتالي استحق فريق الوداد ان يفوز في المباراه، لانه دائما هو المتصدر، فريق قوي لديه امكانيات كبيره، وهو الفريق الذي عاش في ثوب البطل ودائما سيبقى هو البطل. تتوقع بان فريق الوداد اليوم بالفوز ديالو على سريع واتزم يعني يوسع الفريق، واظن ان فريق الوداد سيكون هو البطل، لان تاريخ فريق الوداد وكذلك يعني مع حجم المباريات وايقاع اللاعبين والمشاركات الخارجيه لن تمنع فريق الوداد من ان يكون هو الفريق الذي سيتصدر الدوري المغربي. واظن ان بكل امانه يعني الوداد اللي تظهر ليه هو احسن فريق موجود في البطوله المغربيه.